تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا للفنان فاروق الفيشاوي كتبوا عقب وفاة زميله الفنان عزة أبو عوف، حيث علق الفيشاوي قائلا: في جنة الفردوس الأعلى، أودعك اليوم وأنتظر لقاءك. وقام الفنان الشاب طارق صبري بمشاركة هذه الكلمات مع جمهوره عبر انستغرام ناعيا الفيشاوي معبرا عن حبه الشديد له. كما نشر طارق صبري فيديو يجمع الفيشاوي وأبو عوف، كتب تعليقا عليه: يوليو 2019 شهر حزين على الوسط الفني، أوله وفاة الفنان عزة أبو العوف، وفي آخره وفاة الفنان فاروق الفيشاوي. ويشاء القدر أن آخر ظهور للفنان فاروق الفيشاوي هو عزاء الفنان عزة أبو عوف، وآخر كلماته تكون: أنا منتظر لقاءه. وأضاف: للأسف إحنا خسرنا 2 من أعمدة الفن اللي تربينا على أيديهم، ولأعمالهم تعتبر مرجعا لكل فنان وممثل. أتمنى إنه زي ما أسعدونا بأفعالهم وأفلامهم في الدنيا، ربنا يسعدهم في الآخرة. جدير بذلك أن فاروق الفيشاوي قد رحل عن عالمنا الخميس الماضي بعد عدة أيام قضى بالمستشفى، وسارع من خلالها مرض السرطان، وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود بالقاهرة. لكن كانت وصيته بأن يدفن بمقابر عائلته بمسقط رأسه في محافظة المنوفية، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على توديع جثمانه إلى مثواه الأخير، وكان من بينهم نهال عنبر، عمرو يوسف، أحمد داود، محمد ممدوح، وإلهام شاهين، هاني مهمنا، جلال عبد العزيز، ورجاء الجداوي، وغيرهم من نجوم الفن.